السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم احمد في فيديو جديد وحلقه جديده على قناه. فيديو اليوم طلبته مني نتوما اللي هو انه باش ندير لكم تيست تاع 5 جي التردد 5 جيجا هرتز تاع الواي فاي، وقلت لي ورينا اسكو يدير مشاكل مع بلوتوث ولا والو. راح المره هذه ندير لكم التيست ونعطيكم الايجابيه تاع هذا التردد الجديد ولا النطاق الجديد تاع الواي فاي. مو قديم ولكن عندنا هنا في الجزائر جديد، وش فيه سلبيات وش فيه ايجابيات مقارنه بالواي فاي القديم اللي هو 2.4. قبل ما نبداو الفيديو ماذا بينا دعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش تكونوا اللي اذا كنتوا جداد معنا في القناه، واللي راه معنا ديما دعمونا غير باللايكات ويشاهدوا القناه ويبارطاجيو اذا حبوا. هيا نبداو الفيديو. عدنا لكم مرحبا في اللعب. كما قلنا لكم التست تاع الاخر، بون راح ندير لكم التست تاع الواي فاي. بون قبل ما نبداو نسجل لكم يسموه السكرين تاع الهاتف وتشوفوها هنا معايا وتشوفوا التست تاعكم، ومن بعد نحكموا. اول شيء بون الاشتراك اللي راني مشترك به، بون اول شيء هنا راهي متصله بال 5G. نديروا التست قبل ما نشغلوا البلوتوث ونشغلوا معاه جهاز اخر ونشوفوا الكونيكسيو كامله شحال كاينه باش نحكو بالتفاصيل اللي لازمه وباش كل حاجه نعطوها حقها. بون نبداو عفوا نبداو ندير لكم بوك التسجيل. عفوا بون يوراي وهذا هو. نديرو تيست سبيد هنا الكونيكسيون ونعطيكم اولا الكونيكسيون الحقيقيه تاع هذه. بون انا راني مكونيكتي بالدي لينك تردد 5 جيجا هرتز كيما رانا نشوفو هنا في الواجهه تاع الهاتف. نديرو التيست، نبداو هنايا يدوم نبدا التست. هنا راني ماني مشغل لا واي فاي لا حتى حاجه. الكونيكسيو تاعي نورمالمون 8 ميجا ولكن ماشي تلحق 8 ميجا. ساعه 6 ساعه 5 هذا هو الرينج تاع الواي فاي تاعي. هذا كي درنا 5 جيجا هرتز. نزيدون ايضا نكونيكتيو 2.4 جيجا هرتز ونشوفو. الابلود معروف مش حاجه كبيره في الاتصال الجزائر لانه مشكل تاع بارتو هذا صح. هنايا 8 ميجا هذه تخرج لي كيما هكا صح. هذه ما درنا لا بلوتوث لا حتى حاجه. دو قبل ما نزيدو نديرو البلوتوث نروحو نبدلو ل 2 فاصل التردد القديم اللي هو 2.4. اولا نسكرو ونعاودو نحلو الواي فاي باش نشوفو صح. نكونيكتيو ب 2.4 كيما رانا نشوفو هنا كونيكتينا بها عادي جدا. نعاودو نديرو التست. رانا بالواي فاي هنا بدون استعمال اي بلوتوث اي مشكل اخر، يعني الكونيكسيو اللي تخرجنا مو تخرجنا الكونيكسيو الحقيقيه اللي كاينه. هو بالنسبه للبينك تقريبا كيف كيف ما كاين حتى اختلاف. الاخر الانترنت نوعا ما ستابل على 5 جي، ما نعرف ستابل ما ستابل. المهم تقريبا راه في رينج نفسه 6 ميجا فاصل هكا تقريبا كيف كيف، مش مختلفين كما رانا نشوفو هنا. بو الان نشغلوا البلوتوث. نشغل البلوتوث كيما نشوف، خلينا مكونيكتين بال 2.4 ونشغلوا البلوتوث ونشوف صح. هذه الكونيكسيو بدون اي مشاكل صح. كي نشغل البلوتوث صح تيرن اوف ونستعمل الكاسك بلوتوث هذا رانا نشوف فيه. ندير له اون فون صح رانا شغلناه. كيما رانا نشوفوا هنا كيما رانا نشوفو هنا رانا اتصلنا بلوتوث اتصل بهذا الاخر. عندنا رانا مكونيكتين الان بالتردد العادي اللي هو 2.4 جيجا هرتز صح. نبداو نديرو تيست كيما رانا نشوفو هنا رانا في التردد العادي ونشوفو الكونيكسيو والسرعه. بول بينك لاحظنا باللي طلع البينك. الانترنت ضعفت اللي هي نورمالمون راح تكون 6 ميجا ولاتنا 1 ميجا فاصل. بينغ طلع حتى 192 طلع حتى 192 يعني ضعفت الانترنت فعلا كي شغلنا البلوتوث في التردد العادي. بو نروحو نشغلو، انا مشغلين البلوتوث ما نحوش البلوتوث، نروحو نشغلو 5 جيجا هرتز باش نشوفو مع بعضنا النتيجه صح. ندخل هنايا في الواي فاي نستعمل هكا ونشغل 5 جيجا هرتز تردد جديد صح. دايركتلي كونيكتينا دي لينك 5 جيجا هرتز كيما رانا نشوف. بون الناس تقول لي علاه ماهمش كيف كيف، انا بدلت الاسم تاعهم ما تدخلوش، راه نفس المودم نفس كلش باش تاخذوا فكره كامله.
راه نفس كل حاجه، ما تقلقوش كاع نورمال صح. نعاودو نديرو التيست هنا تاعنا بال 5 جيجا هرتز كيما رانا نشوفو. نديرو تيست، نبداو تيست صح. واو ملاحظة البينغ بقى كيما راه كيما شفنا قبل. الانترنت يعني راهي تطلع الخمسة، يعني انا كيما قلت لكم المشكل تاع الانترنت راهو عدم ثبات ال ما لحقيت 6 ميجا، ولكن ساعة تجي ساعة ما تجيش. هذا راجع للكونيكسيو تاع الجزائر هذه، ما نطيقوش نتحكموا فيها الله غالب. مي البينغ قاعد كيما راه، يعني باش الناس ما تدوخش البينغ قاعد 56 51 كيف كيف، كاش اختلاف. نعاود نديرو التيست باش نتاكدوا 100% باللي ما صراش مشكل، باللي ما صرا حتى مشكل، ما صرات حتى حاجه، ما ضعفتش الانترنت، قعدت كيما راها، ما صرا لها والو كيما راها. وكيما نشوفوا هاي الانترنت عادت عادي جدا مقارنه، ما داتش مشكله مع البلوتوث. بون كيما رانا نشوفوا تقريبا كيف كيف، ما تبدلتش حتى كونيكتين بلوتوث ولا بلا بلوتوث، كيف كيف في التردد الجديد صح. هنا درنا لكم التست وشفنا الحاجه المفيده في هذا التست وشفنا الايجابيات تاع 5 جيجا تردد جديد اللي هو 5 جيجا هرتز تاع الواي فاي. بون بالنسبه لي انا يا كالاخر يعني كاين حل هذا المشكل ما بين البلوتوث. علاه يصرى المشكل ما بين الواي فاي العادي والبلوتوث؟ بون السبب الاول وهو السبب العلمي هو باينك اللي واش كاين. البلوتوث يخدم بتردد 2.4 جيجا هرتز والتردد هذا فيه 79 قناة. مشكلة البلوتوث انه ما يشدش قناة ويريح، يقعد يبدل في 79 قناة هذه. اما بالنسبة للواي فاي، الواي فاي 2.4 جيجا هرتز عنده هذا التردد يشد فيه 13 قناة، 13 قناة هذه يشد قناة واحدة صح. كيعود شد قناة واحدة شدها ديريكتلي، على وين الاثر نشوفوه في الواي فاي ما نشوفوش في البلوتوث. على البلوتوث ما يدلناش مشاكل صح. السبب الاول انه الواي فاي مش كيما البلوتوث، الواي فاي كي شد التردد هذا كيشد قناه واحده، وقناه واحده يعني طريق واحد. وبالنسبه للواي فاي البلوتوث راح يشد يقعد يبدل في 79 قناه اللي هي عنده يقعد يبدل فيها. كي تلاقى مع القناة تاع الواي فاي راح يصرى اكومبرومو يعني ازدحام، والازدحام هذا راح يعطل في نقل البيانات. هذه السبب الاول والسبب الوحيد نورمالمون اللي يخلي البلوتوث ياثر على الواي فاي 2.4. علاه ما ياثرش على الواي فاي 5 جيجا هرتز؟ لان التردد تاعو بعيد عليه ويخدم بالقنوات تاعو وحده، وهذاك يخدم في التردد 2.4 و 5 جيجا هرتز يخدم في 5 في 5 جيجا هرتز نورمالي، ما عنده حتى مشاكل يخدم وحده موش راح ياثر عليه. يعني انا درت لكم فيديو المره اللي فاتت وقلت لكم هاو المودم وهاو الاخر صح. المشكل تاع 5 جيجا هرتز وش هو صح؟ كاين ايجابيات فيه صح، هاكا لحلنا مشكل تاع بلوتوث، ولكن فيه مشكل عويص جدا. 5 جيجا هرتز الطاقه تاعو ضعيف مقارنه ب 2.4 جيجا هرتز، يعني تبعد شويه على المودم راح يبدا يضعف الانترنت، مش تضعف راح يبدا يضعف الاشاره تاعو راح تبدا تضعف وما تقدرش تحكمه مليح. يعني المودام على حسب قوه المودام هي، على كل حال كل المودام واش عنده قوه واش عنده امبيلات، ولكن دائما 2.4 متفوق على 5 جيجا هرتز في نطاق الواي فاي، يعني المساحه اللي راح يشد. جربته في مسافه 10 متر جاني ضعف وما قدرتش حتى نحكم، ما ديتكتيتوش ابدا 5 جيجا هرتز، ولكن 2.4 ديتكتيتو وهبطو، مع انه يوم ينقص الكونيكسيون 2.4 راح تنقص الكونيكسيون على كل ما بعدت، هذا هو المشكل. ولكن 5 جيجا هرتز مش راح تنقص الكونيكسيون اذا قبلتو، يعني وين تحكمو الكونيكسيون تاعك تبقى نفسها، ولكن النطاق راح يكون ضعيف، هذا هو المشكل تاع 5 جيجا هرتز. بون ان شاء الله تكون فدتكم في هذا الفيديو، اشكركم على المتابعه. اذا عجبكم الفيديو فلا تبقى العين بالضغط على اللايك واشترك في القناه اذا كنت جداد وتفعلوا الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.